تخيل بيروت عبر الهاتف الاستاذ عبد الله حرفوش الخبير المالي والاقتصادي. استاذ عبد الله في البدايه اهلا وسهلا بك. اهلا فيك. اهلا. دعني اسالك مباشره، هل تتفق مع المحللين الذين راوا ان سبب استقرار مؤشرات الاسهم الامريكيه يعني اتى تحسبا لنتائج اعمال الشركات الربعي؟ بطبيعه الحال نعم، مثل ما عم نشوف اليوم بالولايات المتحده باوروبا وحتى بالعالم، في عنا اليوم الاقتصادات والمؤشرات تبع الشركات والارقام تبعها عم بتبين تحسن ونمو اكثر واكثر وتقدم. هلا في كثير محللين بيجوا بيقولوا انه نحن اليوم بفتره يعني على اخر الطلعه، ولكن اليوم كل المؤشرات عم بتدل انه الامور عم تتحسن، واليوم شايفين البورصات العالميه بالمؤشرات الامريكانيه وغيرها عم تعمل ارقام قياسيه جديده يوم بعد يوم. نعم، لكن هناك يعني بيانات امريكيه ظهرت في نهايه الاسبوع الماضي وكانت قراءتها بشكل سلبي من قبل الخبراء، لماذا لم نجد تفاعل مثلا سلبي من قبل اسواق الاسهم مع هذه البيانات اذا اخذنا في الاعتبار المكاسب الاسبوعيه التي يعني تحققت في الاسبوع الماضي؟ هو صراحه هلا السوق رايح على اتجاه اكبر بكثير من مؤشر واحد عم يطلع، مؤشرين او اوقات بتكون سلبيا اوقات بتكون ايجابيا. اليوم في مثل اتجاه عام بالاسواق مرتاحه من بعد الاتفاقيات اللي انعملت وادت ل يعني عم بشوفه اكثر على المدى الابعد. يعني اليوم الاتفاقيات اللي عم تنعمل بامريكا كرمال يقووا الصناعه، كرمال يقووا التجاره، والاخر الاتفاق اللي صار كمان مع بالخليج بالمناطق الخليجيه مع ترامب، فاليوم ريح الاسواق بشكل كثير كبير. باوروبا كمان من بعد صعود شو اسمه رئيس الجمهورية الفرنسي والاتفاق بينه وبين ميركل، واليوم تعرف اوروبا هن العمود الفقري تبعها المانيا وفرنسا، كمان صار في ارتياح اكثر رغم خروج بريطانيا وتحضير لخروج بريطانيا، ولكن الجو العام عم بيكون اكثر واكثر ايجابي على الاسواق اكثر من مؤشر بيطلع اخر الاسبوع او اكثر، فالعالم بعد انه متفائله لهلا. هلا شو بيصير بعدين؟ شو بتبلش يبين؟ لانه اليوم في كثير محللين عم بيحذروا من نزول مثل ما كنا حكينا بالمستقبل، عم بيحذروا من ريستشن رح بتصير بامريكا او من تضاعف او تباطؤ بالنمو رح بيصير، ولكن لهلا الاتجاه العام كله عم بيكون صعودا اكثر بالاسواق. ايضا الظرف في الفترة المقبلة يعني تتجه الى طبعا نتائج اعمال الربع الثاني تحديدا بنك اوف امريكا وايضا جولدمان ساكس، ما هي توقعاتك لهالبنكين ولبقية القطاعات بشكل عام؟ صراحة بالاتجاه العام متوقع انه اكثر واكثر يكون بعد في هيدا الصعود بس بالنتائج الكوارتر اللي عم تطلع بالربع الثاني وغيره، لانه اليوم مثل ما قلنا الاتفاقيات اللي انعملت اللي عملها ترامب بالمليارات وبغيره، هيدا الشيء رح يكون اكثريتها الصناعة وغيره رح تتوجه للبنوك، رح تتوجه لقروض ممكن ياخذوها من البنوك والى ما هنالك، فهيدا الشيء ممكن يؤدي انه بعد ارباحها تضل عم تطلع خصوصي بهيدا الكوارتر لانه ما شفنا تباطؤ بشكل كبير فيها. بس انا برجع بحذر برجع بقول انه نهايه السنه او ممكن 2018 ممكن ما يكون مثل بدايه هال 2017 ولحديث نص 2017، يعني اليوم اول نص من السنه متوقع انه يكون منيح، ولكن صوب اخر السنه بدنا نشوف كيف بيكون الاسواق. ايضا ماذا عن المخاوف من ارتفاع التضخم والاحاديث التي يعني تتنبا بتدخل البنك الفيدرالي لابقاء اسعار الفائده الامريكيه؟ سؤالي الى اي مدى يعني تعتقد بان حاله التضخم في الولايات تستدعي تدخل الفيدرالي الامريكي؟ صراحه الفيدرالي الامريكي بالاقتصاد الامريكاني صار له من 2016 عم بيحاول يعلي الفوائد بشكل كبير، واذا شفنا ولكن نظرا لانه علوه بشكل كثير كبير بشكل سريع، هيدا الشيء ممكن يؤدي انه سوق الاسهم يبلش يهبط، لانه العالم بتبلش تسحب مصرياتها من سوق الاسهم اللي صار اصلا كثير غالي. اذا بتلاحظ الاسهم الامريكانيه صاروا غاليين انه الواحد يقدر يشتريهم، والارباح طبعا كمستثمر اللي بينبش على العائدات على الارباح
او الريتيرن على الانفستمنت بلش اليوم يلاقي انه صار الريتيرن اون انفستمنت عم يصير ارخص فاقل يعني لانه اليوم السهم صار غالي. فاذا اليوم اجى البنك الفيدرالي اعلى بشكل سريع الفوائد هيدا الشيء ممكن يؤدي انه العالم تبلش تروح تلاقي ريتيرن مثله مثل الاسهم وتبلش تروح تسحب مصريتها وتحطهم بالبنوك. من هيك رجع تمهل البنك الفيدرالي بال 2016 باخر 2015 مره طلع الفايده ربع بالميه، بال 2016 كمان طلعها ربع بالميه، واليوم اكثر واكثر شفنا الاسبوع الماضي نهار الاربعاء لما صار حكيت يلن يلي هي رئيسه البنك الفيدرالي قالت انه رح نضلنا عم نعلي الفوايد ولكن بشكل حذر لحتى ما نأدي انه يصير في اي شيء بالسوق اي شيء سلبي بالسوق. فمن المتوقع انه يضلون عم بيزيدوا الفوايد بالفيدرال الامريكاني يضل عم بيعلي نسبه الفايده ولكن بشكل بطيء نسبيا للسوق يستوعب هيدي الزوده بالفوايد بلا ما اليوم يصير في هجره مثل ما بيقولوا من الاموال من الاسواق الماليه الى البنوك لانه هنيك بيكون عم يطلع له فايده بشكل امن. واليوم وحده من اكبر الاسباب يلي بتخلي الاشخاص يستثمروا بالاسواق الماليه هي انه العائدات على الاموال تبعهم اذا بحطوها بالبنوك واطيه كثير نسبه للفوائد اللي عم يعطوها. نعم، اذا الخبير المالي والاقتصادي الاستاذ عبد الله حرطوش، شكرا لكم.